السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا أولى في درس من دروس الرياضيات. اليوم بإذن الله بنتعرف على درس التصنيف، زي ما أخذنا في الدروس الماضية التصنيف وعرفنا وش يعني كلمة تصنيف. تصنيف يعني نرتب الأشياء. طبين يقول وفق أكثر من خاصية، يعني بناخذ حجم ولون أو حجم وشكل أو لون وشكل على حسب. إذا عندنا اليوم أكثر من خاصية، خلونا أول شيء نشوف المجموعة الأولى في إيش يتفقون. هنا طبعا مصنفينها، خلونا نشوف المجموعة الأولى يتفقون في ماذا. وش تلاحظين يا أولى؟ ما هي الصفات المشتركة بين هذه الأزرار الأربعة؟ أحسنتم، رائعين. أول شيء لها نفس الشكل، كلها أزرار لها نفس الشكل. إذا الخاصية الأولى أن لها نفس الشكل. طب أيضا يا أولى ماذا تلاحظين تتفق في خاصية أخرى؟ ما هي؟ أحسنتم، الحجم. إذا هذه المجموعة لها نفس الشكل ولها نفس الحجم. إذا هنا صنفناها وفق الشكل وأيضا الحجم. إذا هذه المجموعة الأولى. خلونا نشوف المجموعة الثانية، صنفناها وفق إيش؟ لاحظي يا أولى، أحسنتم، لها نفس الشكل. إذا الثانية صنفناها وفق الشكل أيضا، أحسنتم، رائعين، أيضا لها نفس اللون. إذا في هذه الخاصية الثانية، في المجموعة الثانية صنفناها وفق الشكل واللون، يعني لها نفس الشكل ولها نفس اللون. خلونا مرة ثالثة أو في المجموعة الثالثة نتأمل، هل لها نفس الشكل؟ لا، ليس لها نفس الشكل. طب هل لها نفس اللون؟ أحسنتم، إذا صنفناها وفق اللون أيضا. غير اللون، هل في شيء كبير شيء صغير ولا كلها صغار؟ أحسنتم، رائعين، إذا هذه المجموعة مصنفة وفق اللون والحجم، كلها صغار. إذا مصنفة وفق اللون والحجم، واضح يا أولى؟ إذا اليوم بناخذ أكثر من خاصية في كل مجموعة. خلونا ننتقل إلى الأمثلة. يلا نشوف، أنا هنا عندي هذا المربع. أول شيء شكله مربع، لونه أحمر. يلا بختار من هذه المربعات مربع لونه أحمر. الأول، نعم أحسنتم، مربع أحمر. الثاني، لا إكس، ليس مربع وليس أحمر. طب الثالث، نعم أحمر ولكن هل هو مربع؟ إذا اتفق معه في خاصية اللون ولكن لم يتفق معه في خاصية الشكل، لا. طيب اللي بعده، أحسنتم، رائعين، له نفس اللون وله نفس الشكل. طب اللي تحت، له نفس الشكل ولكن ليس له نفس اللون. الأخير، أحسنتم، رائعين، له نفس الشكل واللون. إذا اللي له نفس الشكل واللون أضع عليه دائرة، اللي يختلف سواء كان في لونه أو شكله أضع عليه إكس. واضح يا أولى؟ واضح؟ المثال الثاني يحل بنفس الطريقة. خلونا مع بعض ننتقل إلى الصفحة التالية. طيب أنا عندي هنا قميص لونه أزرق، حجمه كبير. يلا أنا بين هذه القمصان سوف أبحث عن قميص أزرق حجمه كبير وأضع عليه دائرة، والبقية بضع عليها إكس. يلا يا أولى، الأول، نعم أحسنتم، قميص أزرق كبير. طب الثاني، قميص ولكنه صغير ولونه أصفر، إذا لا يتفق معه في نفس الخصائص. طب اللي بعده، قميص أزرق ولكنه صغير، إذا لا يتفق معه. طب اللي بعده، أحسنتم، رائعين، قميص أزرق كبير، إذا أضع عليه دائرة. طب اللي بعده، قميص كبير ولكنه أخضر، إذا لا يتفق معه. طب اللي تحت، أيضا لا يتفق معه لا في لونه ولا في حجمه. طب الأخير، أحسنتم، رائعين، قميص أزرق كبير. إذا يا أولى صنفنا هنا وفق اللون والحجم، اخترنا الكبير والأزرق، القميص الكبير والأزرق، وهكذا تحل بقية الأمثلة. أتمنى أن الدرس كان سهل عليكم، أراكم بإذن الله على خير، في أمان الله.